ثروت الأشقر، مساء الخير ثروت. ثروت، لما تكوني قاعدة بهيك أوضة، أي ذكريات بتسترجعي؟ هلا تقريبا كل هالذكريات بترجعني لحنين لستي، وبشوف أكثر شيء يمكن ما كانت الخياطة عنا هون. لما لفتت لي نظري لأن تيتا بعدها لليوم بتخيط عليها، بحاول اتعلم منها وبستخدمها، يعني قعدتها وهيك وبتحسها عم تشتغل شيء، يعني عم تنتج شيء، يعني شيء حلو. بيرت، مساء الخير بيرت. اول شيء استوقفها لثروت ما كانت الخياطه. نعم. انت شو استوقفك اول شيء لما فتي على هالاوضه؟ كل هالاشياء هيدي ذكريات من قديم، بس المقص شوي نقزني، مقص الضفير. اي واحد هيدا الصغير؟ نعم. نقزك؟ يعني تذكرت التيتا. تذكرتيها ونقصتي ليه؟ لأن سوري، قصت ضفيرة بالليل وتوفت، يعني بعد فترة توفت تيتا. لقيت انه من مقص الضفير، لانه الماما ثبتت لي اكثر انه بتقصوا ضفيركم بالليل حدا بيموت. قد ايه كان عمرك لما توفت ستك؟ صغيرك. وين كنتي وكيف فسروا لك سبب الوفاه بوقتها؟ هلا انا ما بتذكر مزبوط كيف قصت الضفيره، بس بعرف انه قصت الضفيره بالليل. ليه ربطتوا حادثه وفاتها بقص الضفيره وبالليل تحديدا؟ لانه صارت معنا غير حادثه كمان بقص الضفير، عرفت كيف؟ مش بس التيتا، في غيرها سمعنا انه توفى. سالنا، انا سالت حتى، لانه انا حشريه كنت بهيك قصص، وشدد على الاشياء هيدي لانه ما عندي جواب عليها. ليه تشدد؟ بتشددي على شو؟ اشياء هيك التراثيه القديمه، الشغلات، القمر، الشمس، مثل ستنا وجدنا وكذا. اي ايضا من معتقدات ستك اليوم بعدك لليوم انت بتصدقي فيها، وانت يعني ما بتقول بتامني فيها؟ اذا فتحنا الشمسيه مثلا، ايه شو بصير؟ فتح الشمسيه بفتحها؟ لا 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 لا، بصير شيء؟ لا بليز، لا تحية. لا 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 ولا ممكن. لا بمسكها وبفتحها برا عادي، بنزل من السياره بفتحها، بطلع على البلكون بفتحها، بس انا جوا ابدا ابدا. بتتذكر ايضا حادثه معينه وقت فتحت الشمسيه صار شيء؟ ايه اكيد، وصلنا خبر موت يومين، ما تبعد كتير، يومين أو ثلاثة الشمسية بده يصير شيء. الصابونة، صابونة رح أوصل لك للصابونة. أنا ما بخدها من إيدك، بتحطها على الأرض وبخدها. لا لا بتخانق أنا وياك. لا لا لا، مين كان يقول لك هيك؟ تيتا وجده. ما رح نتخانق، بأكد لك. شم ما إيه أوكي، بأكد لك ما رح نتخانق. لا لا أنا بأكد لك ما رح نتخانق معك. ما بقدر. المرقية. شو كانت تقول لك ستك عن الصحن؟ يا ويلي كمان خناق مش موت، بس ينكسر بالبيت. ايه؟ في خناق. يا الله. هلا ضروري هلا يعني، بس بحط لك شرط، اذا ما بتتخانقوا هون مع بعضكم ما اسمي بيرت، انت اصطفي كسرته، انت ذنبك على جنبك. المرايه فيل، اذا انكسرت المرايه الله ربي مات حدا. قدي صار وسواس يومي يعني اليوم؟ هدول الامور كلها، هدول الامور نحن على احتكاك يومي فيهم. واذا اليوم انت وعم تجلي بدي هون بتقبيهم، بنتبه ليهم مثلا، لمن ما بدي اوصل لهونيك لما انفقس. شو في هونيك؟ ماشي خلص. ما شو في هونيك؟ ما في شيء. شو في هونيك؟ ما في شيء. شو في هونيك؟ ما في شيء. شو هيدا؟ بريق زيت؟ ما في. بريق زيت؟ ايه خلص بليز. شو بريق الزيت؟ هيدا الزيت ماشي، كسر مع الماما على التدخيته، كانت حاطه زيت، وبعد يومين توفى خيي، ومأكده انا 100%. وانتو حرين لا سمح الله. اذا بدي ارجع لوفاه خيك الله يرحمه، اي اسباب ادت لوفاته؟ شو صار؟ وقع
لا وقع بس من درج البيت. بس وقع ايه؟ وقع من درج البيت. شو خص مرضه؟ قلت لي لما ستك قالت لك اياهم حطيتيهم حلقه بدينتك وبعدهم بدينتك. لما الانسان بيكبر، لما بصير مراهق، لما بصير راشد، لما بكون عائله، ما ببلش يحط علامات استفهام حول كثير من الامور اللي بياخذها بالحياه ويسال ويتساءل اذا هالامور صح او خطا؟ انا عم جربها. هيدول المعتقدات بتورثيهم لاولادك واحفادك مصرة؟ ايه. ولو حتى الزمن اثبت والعلم ما اثبت صحته، ما حدا بيقدر يقول لي لا. تتمنى تتحرري من كل هالمعتقدات اللي اخذتيها؟ لا. شو كنت قلك لك ستك عن هالفتره من السنه؟ تشرين وتشرين، صيف تاني، تشرين تشرين صيف تاني، وبهر المصارين، برد تشرين بتهر المصارين. اذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناه مالك مكتبي الرسميه، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصير على القناه. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.